نشرة الأخبار من تليماغوك، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوينها. المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة و2218 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية. فتح امرأة مغربية تقتحم عالم الرجال لتصبح بائعة سمك معروفة بأكادير. ورئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 و2218 حالة شفاء و43 حالة وفاة خلال 24 ساعة منصرمة. وأوضحت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج رصد الوبائي لكوفيد-19 أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 115241 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 94150 حالة بمعدل تعافى يناهز 81.7%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2041 حالة ليستقر معدل الفتك في 1.77%. كتب الموقع الإخباري التشيلي أمس الجمعة أن المملكة المغربية أشارت بوضوح خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن هذه الدورة 75 تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على إيمانها بتعددية الأطراف ودعمها المتجدد لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا للمطالبة بمزيد من التضامن والتعاون الدوليين لمكافحة جائحة كورونا. وفي مقال بعنوان المغرب يدعو إلى تعددية الأطراف ويقدم أفكارا في القمة الافتراضية للأمم المتحدة، أبرز الموقع الإخباري أن المناخ العام كان مناخا داعما لتعددية الأطراف، وهي ركيزة ثابتة للسياسة الخارجية المغربية سواء في عهد جلالة المغفور لهما الحسن الثاني ومحمد الخامس أو في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي وضع رؤية تعددية طموحة للمملكة ترتكز على مبادئ التضامن والتعاون كرافعتين للعمل الدبلوماسي المغربي مع إلى اهتمام خاص بالقارة الإفريقية. أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0.87% مقابل الأورو، وانخفضت أمام الدولار بنسبة 0.48% خلال الفترة ما بين 17 و 23 من شتنبر الجاري. وأبرز البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أنه لن يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عمليات مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 18 من شتنبر الجاري 299.1 مليار درهم بارتفاع نسبته 0.8% من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 26.8% على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال نفس الفترة ما مجموعه 106.2 مليار درهم، منها 24.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 41.8 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و 33.9 مليار درهم في إطار برنامج دعم التمويل للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و 5.9 مليار درهم في إطار عملية مبادلة للصرف. دق سكان إحدى الإقامات السكنية بمدينة طات ناقوس الخطر إذ يواصلون مبيتهم بالشارع خوفا على حياتهم جراء الوضعية المتدهورة للعمارات بسبب ظهور شقوق، بالإضافة إلى تسرب مياه الأمطار عبر شقوق الجدران وعلى مستوى السقف. المزيد في روبورتاج مصطفى عفيف، فاطمة زهراء دورات.
تخوض منذ شهور ساكنة إقامة الفردوس وقفات احتجاجية أمام الإقامة السكنية للمطالبة بتدخل السلطات المختصة جراء الوضع الكارثي الذي أصبحوا يعيشون فيه داخل منازلهم بعدما أصبحت مهددة بالانهيار، وأضحوا يتخذون من الشارع العام مكانا للنوم مخافة من وقوع الكارثة، وضع رصدته عدسة كاميرا القناة خلال تواجدها بعين المكان، شقوق بأعمدة الخرسانة والجذور واختلالات بقنوات الصرف الصحي داخل الشقق جعلت مالكيها يعيشون في محنة. احنا رحنا في الزنقة 15 يوم، احنا وولادنا وعيالة ولادنا، المخزن جا عندنا وشاف فينا، وهذا السيد ما شاف فينا ما رحمنا، رحنا محنين، راه البرد راه الشتا دابا جاية، واش غنبقاو احنا في الزنقة؟ خدمت تقريبا 15 عام وانا خدام في الخارج على باش نوجد هذا المسكن هذا، وفي الاخر كنلقاه لا علاقة، يعني هذا المسكن ما عنده حتى شي حاجة، ما فيه حتى شي حاجة مزيانة، لا الأرض مزيانة لا حيوطة لا حتى شي حاجة، لا بيبان لا والو، يعني شنو المصير ديالنا حنايا؟ ورغم توجيه ساكنة الفردوس العديد من الرسائل إلى كل من عامل إسطات ورئيس المجلس الجماعي من أجل التدخل لرفع الضرر، تبقى كل النداءات دون جدوى ليضطر السكان لسلك المسطرة القضائية. المحكمة أمرت بإجراء خبرة على المباني والتي خلصت إلى وجود ضرر وصف بالخطير ويجب إصلاحه قبل تفاقم الوضع. موبلات شريناهم مغشوشين وعندنا خبرات تثبت ان هذه البنايه غير صالحه للسكن، والخبراء اللي عيناتهم المحكمه الابتدائيه ولا الاستئناف اكدوا المعلومه ان هذه البنايه غير صالحه للسكن، وان هذه الشقوق راه غادا تزيد تفاقم، والمصير ديال هذه الساكنه غادي يكون هو الزنقه، احنا وصلنا ليه. في المقابل اتصلنا بالشركة المعنية بالمشروع لنتفاجأ برد متحدثة باسمها تخبرنا بأن الرقم الذي نتصل به يخص شركة أخرى. عندك ناخذ الرأي ديال المسؤول على المؤسسة بخصوص المشروع ديال السطات إقامة الفردوس. وكنتي قلتي لي واحد دقيقة ونجاوبك ما جاوبتيش. راه باش نقول لك واحد القضية، أنا راه ما خدامش مع هاد لاسوسيتي، أنا خدام في لاسوسيتي ديال كوميرس. أييه. هما اللي عاطيننا لهاد لاسوسيتي اللي كدوي عليها نتاعي. أييه. فهمتي؟ دونك خاصك شي واحد اللي يكون خدام معاهم. وما تقدريش تعطيني التليفون ديال شي واحد نتا؟ لا ما عنديش الحق أنني نعطيك شي حاجة الصراحة. وتظل معاناة ساكنة الفردوس متواصلة في انتظار حل لهذه المعضلة لتفادي كارثة لا يحمد عقبها. تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس الجمعة من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 940 كيلوغرام من مخدر الشيرة، وذلك وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية المشتركة مكنت من توقيف في شخصين يشبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، بينما أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة بالشريط الساحلي لمنطقة شتوكا بضواحي الجديدة عن حجز قارب مطاطي ومحركين و16 حاوية للبنزين و25 رسمة للمخدرات يناهز وزنها 940 كيلوغرام كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات مكنت أيضا من حجز سيارة نفعية ومبالغ مالية مهمة بالعمليتين الوطنيتين والأوروبية يشبه في كونها من متحصلات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. بعد حصولها على شواهد تكوينية ومراتب علمية تجوب فتيحة بدراجتها أزقة وشوارع أكادير بحثا عن لقمة عيش لتصبح أشهر بائعة سمك بالمدينة، مصممة على ممارسة مهنة لطالما أسرت قلبها منذ الصغر ورغبة في تكسير ثقافة احتكار الرجال على بعض المهن والحرف لتحصد بذلك ثقة زبائنها مع دعم و تحفيز متواصل من زملائها في العمل. الروبورتاج لياسين التبات، هند صادقي وعثمان أيت الحاج. على جوانب طرقات وشوارع مدينة الانبعاث أكادير
تباشر فتيحة مهنتها كما جرت العادة متجولة بدراجتها المحملة بأنواع مختلفة من الأسماك. شوارع وأزقة المدينة أصبحت هي الأماكن المتاحة لممارسة نشاطها اليومي، راغبة بذلك في حصد ثقة زبناء جدد وضمانا للقمة عيش تسد متطلبات الحياة اليومية. وخيال عاد بديت متعرس اني كنجيب حاجة مليحة، كنجيب حاجة للسوق زوينة مليحة، كيتيقوا في الذوق ديالي، كيتيق الى شكرت لهم شي حاجة، كيتيقوا في السلعة ديالي اللي كنجيب. كيجيو الناس عندي تيقولوا لي راه قالوا لك راه سمعنا عليك، راه كيعاودوا عليك، راه صيفطوني فلان صيفطني فلان. فالحمد لله هذا جي كومونسي افير اون بون ريبيتاسيون، هذا راه انا كنفتخر بها، كنفتخر براسي. هذا هو الهدف ديالي اصلا، انني نربي سمعه جيده بين الناس وتكون عندي بون ريبيتاسيون، ومن من القدام يمكن ندير شي محل ولا هذا. لم تفلح جائحه كورونا في ايقاف نشاطها اليومي، بل كانت داعما مهما لبدايه مشروع حلم الصغار، ليتحول بعدها لمورد أساسي شبه قار يضمن عيشها وتسد من خلاله متطلبات أطفالها الثلاثة، ساعية بجهد وإصرار إلى تحمل عناء الحياة لوحدها. فشغفها للمهنة دفعها لتبرز قوة وعزيمة المرأة المغربية والمضي قدما إلى توسيع رقعة المهن التي كانت حكرا على الرجال فقط. وهذه الخدمة أصلا كتسلف وكتجلي إنفو كتخرج، راه خاصك تمشي، بعد المرة تقدر تمشي حتى المرسى، بعد المرة تمشي هنايا ما تبعلكش هنا، تبعك لا خاصك لا كلاص، خاصك فكتمشي وترجع للدار كتلقاك دير سمو كتسناو فيك الدراري الصغار، خاصهم ياكلوا، خاصهم يشربوا، خاصهم يمشيو مدرسة، خاصك تجيبهم مدرسة، خاصك تديهم مدرسة. صراحة كنحس براسي فت المرأة الحديدية المحاربة، بان باش نحاول نضبط ونخاط داك سميتو داك ندير داك التوازن. ربي اللي عالم، ربي يوفقني وصافي، انا كنحاول. تبارك الله عليها مرا وقادة، حتى جبنا حوت مليح تبارك الله، وهادشي تدير هاد الخدمه هادي صعيبه عليا، خصنا نشجعوها بحال هاد المراود، خصنا نشجعوهم تبارك الله عليهم، تيمشيو للمارشي تيمشيو للمرسى وهداك الشيء عفتو تير الرجاله، وصعب عليهم حساك العيالات الدروكه في هذا الوقت، وعندها مسكينه ثلاثه الوليدات. وهادي اقتحام عالم المهن الرجاليه لم يكن سهلا بالنسبه لها، فوضعيتها التي تلزم عليها التنقل من مدينه الى اخرى جعلتها تاخذ من جنبات الطريق والازقه مكانا مخصصا لها، علما انها تتلقى كل يوم ثقه زبون جديد ودعما خاصا من زملائها في المهنه، الشيء الذي جعلها تناشد الجهات المعنية لتستقر بمحل خاص بها، تطمح من خلالها إلى تغيير فكرة احتكار الرجال لبعض المهن والحرف. دولياً اعتذر مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن مهمته في تشكيل حكومة جديدة بعد أن قضى أسابيع في محاولة إقناع الأطراف السياسية بالموافقة على اختياراته وسط المطالبات الشعبية بتحقيق إصلاحات سياسية. وانتشرت تقارير تفيد أن القضية التي حسمت الأمر هي الخلاف على من يتولى وزارة المالية. وكان أديب قد كلف بتشكيل الحكومة بعد الانفجار الذي دمر جزء الأكبر من وسط بيروت، وكان يحاول تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان. وقد استقالت الحكومة اللبنانية السابقة عقب الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في الرابع من غش من هذا العام، وأودى بحياة أكثر من 190 شخصا، وأدى إلى جرح الآلاف، ودمر مناطق بأكملها في العاصمة. أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن اتفاق مع شركة أسترازينيكا للأدوية لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 والذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد. وبلغ عدد شركات الأدوية العالمية التي بدأت بالفعل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية للتوصل للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا 4 شركات، بعد إعلان شركة جونسون أند جونسون أمس في الولايات المتحدة تمكنها من إجراء التجارب على 10,000 من المتطوعين، ويشارك 60,000 شخص في تجربة جونسون أند جونسون والتي تعتمد على جرعة واحدة فقط من اللقاح التجريبي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة و2218 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية. فتح امرأة مغربية تقتحم علب الرجال لتصبح بائعة سمك معروفة بأكادير.
ورئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.